حينما تأتي ولادة الإنسان متميزة، وبعد ذلك تكون وفاته أيضا متميزة، وما بينهما يعيش حالة من التميز تمثلت في أن صاحبها لا يريد الامتياز لنفسه. تعرف أن هذا رجل رباني، أراد الله عز وجل منا أن نطيعه في أمورنا، لأن الإنسان مختار في أن يفعل ما يريد، لكن ولادته ليس مختارا فيها. وكذلك وفاة الإنسان ليس المرء مختارا فيها. الإمام علي سلام الله عليه ولد في الكعبة، وأول من قتل في المحراب. البداية كانت بيت الله، والنهاية أيضا في بيت الله. والإمام سلام الله عليه قتل في أفضل الشهور التي استضاف الله عباده فيه، وهو شهر رمضان وعند الفجر، وكان صائما سلام الله عليه. إذن قتل الإمام في أفضل مكان، وهو المسجد، وفي أفضل مكان في المسجد وهو المحراب، وقتل في أفضل شهر وهو شهر رمضان، وفي أفضل ليلة من شهر رمضان وهي ليلة القدر، وقتل في حالة الصلاة. يعني من جميع النواحي هذه الوفاة، هذه الضربة جاءته لكي تبين أن هذا رجل رباني يريد الله أن يكون إماما مطاعا في الأمة على مدار التاريخ.